السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته مشاهدينا الكرام، مشاهداتنا الكريمات، مرحبا أهلا وسهلا بكم معنا في فيديو جديد. اليوم سنتطرق لإحدى الظواهر السلبية التي ظهرت في مجتمعنا في الآونة الأخيرة. هذه الظاهرة والتي تتكرر كلما اقتربت مناسبة دينية، اقتراب المناسبات الدينية عادة يقترن بعودة كل من هو بعيد عن أهله من أجل مشاركتهم فرحة هذه المناسبات، خصوصا الأعياد الدينية كعيد الفطر وعيد الأضحى المباركين وربما حتى المولد النبوي الشريف. عادة قبل هذه المناسبات عملية تنقل المسافرين تزداد، وعملية العودة للأهل والأقارب تكون بشكل كبير، خصوصا أن الجميع يفضل أن يقضي مثل هكذا مناسبات بين الوالدين، بين الإخوة والأخوات. لكن ظاهرة انتشرت في الآونة الأخيرة، ربما عامين، ربما 3 سنوات إلى اليوم، حتى أنها تكررت مرة أخرى بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك. وهذه الظاهرة هي اللعب والتلاعب بعواطف الآخرين من أجل انتهاز الفرص. يقومون باقتناء حوالي 30 أو 40 تذكرة من كل حافلة في كل يوم، ويقومون بإعادة بيعها مرة أخرى في السوق السوداء، ربما بضعفين ثمنها وربما بثلاثة أضعاف. ظاهرة مشينة ومشينة جدا، خصوصا أن من يفعلها هم من ولاية أضرار. مع الأسف هم يسيئون لتاريخ ولاية أضرار، يسيئون لما هو معروف عن أهل ولاية أضرار أنهم محافظون، أنهم لا يقومون بمثل هكذا تصرفات انتهازية، لا يقومون بمثل هكذا سلوكات قد تشين بمكانة الشخص الأضراري في قلوب الجزائريين. مع الأسف هو يحدث، لكن المتضررون أو الأكثر تضررا هم سكان الولايات الجنوبية الذين يقومون بالعودة لبلدانهم من أجل قضاء عيد الأضحى المبارك مع أهلهم، ليتفاجأ أن يجد أن التذاكر قد نفذت من الأكشاك، وجميع الأماكن محجوزة على مدى 5 أو 6 وربما 7 أيام كاملة، لا يوجد مكان كي تعود لأهلك، لتضطر للبحث بعناء، للبحث بمشقة. هذا إن وجدت تذكرة في السوق السوداء ستجدها بضعفي ثمنها وربما بثلاثة أضعاف. المشين في الأمر أن هؤلاء الأشخاص يستغلون عواطف الآخرين باستغلالهم لمثل هكذا مناسبات من أجل استنزاف جيوب الآخرين بأن يدفعوا أضعاف ثمن التذكرة التي كانوا يقتنونها ب2500 دينار، ليتفاجأوا بثمنها 4000 وربما 4500 دينار وربما حتى 5000 دينار. يعني أمر مشين ومشين جدا، أمر لا أريد أن أذكر من يقومون بذلك، هم طائفة معينة، الطائفة تقطن بالمدن والولايات الشمالية على غرار إخوانهم الذين تعرضوا لمثل هكذا تصرفات. نتمنى أن لا تتكرر وأن لا تنتشر هذه الظاهرة أكثر مما هي منتشرة عليه، مع أننا على علم أن مثل هكذا ظواهر تنتشر في المجتمع كما تنتشر النار في الهشيم. لنا لقاء آخر مع فيديو آخر، إلى ذلك الحين تقبلوا تحياتي، كان معكم صاحب زيان، السلام.